السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني. اليوم جبت لكم هذا ستيلو الرائع، ستيلو جميل جدا. هذا ستيلو هذا يمكن لك تصور به فوتو، ويمكن لك تدير به فيديو، ويمكن لك تكتب به أيضا. هادشي كامل غادي نشوفوه بالتفصيل بعد الفاصل. إليكم إخواني من جديد مع هذا القلم العجيب، صراحة قلم عجيب جدا، به كاميرا لن تراها أبدا ولن تشك بوجودها أبدا. إنه قلم عادي للكتابة وبه كاميرا تسجيل فيديو والصوت أيضا، يمكنه الكتابة. نرى ما بداخله. يوجد هنا كارت اس دي، مكان الشاحن، كارديستي هنا، ونقوم بإغلاق القلم بهذا الشكل. لتشغيل القلم ما عليك سوى أن تضغط ضغطة خفيفة هنا، وبعدها يشتغل ضوء أخضر. هذا يعني أن القلم شغال. لأخذ صورة ما عليك سوى أن تضغط ضغطة خفيفة، ينطفئ الضوء ويشتغل مرة أخرى، يعني أخذت صورة. لأخذ فيديو أو لتسجيل فيديو ما عليك إلا أن تضغط لمدة ثانيتين. هنا ترى الضوء الأخضر يمد لثلاث ومضات، يعني أن القلم بدأ في عملية تسجيل الفيديو. كاميرا بطبيعة الحال هنا لا ترى أضواء أو أي شيء، تسجيل شغال. ولإيقاف أيضا عملية التسجيل ما عليك سوى الضغط. أيضا انتهت عملية تسجيل هذا الفيديو، وإن أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك ومشاركة، وشكرا جزيلا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.